في هذه اللحظات تمت انطلاقة آخر الأشواط من مسافة 1500 متر. ننوه بأن هناك شوط مخلوط من مسافة 1500 متر بعد أشواط الإخوة بعد شوط العسايف. هناك شوط مخلوط في هذه اللحظات اللي في أول المراكز الفاتي للسيد خليفة بن علي العيدة الكبيسي في أول المراكز في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز ولد الحنيش للسيد راشد بن سعيد الفيصل. في ثاني المراكز أما في ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات رقم 14 عير مدعو عندي في هذا الكشف، ولكن اللي في رابع المراكز براق للسيد سالم بن محمد بن سالم المري في رابع المراكز. خامس المراكز هذا رقم 4 عواد للسيد سعيد بن فهد بن صقر المريخي. روح مع اللي انتزع المركز الاول وروح مع اللي سيطر سيطرة تامة في هذه اللحظات. هذا رقم 7 هذا الفاتي للسيد خليفة بن علي العيدة الكبيسي في اول المراكز وانتزع المركز الاول للسيطرة سيطرة تامة. اما في ثاني المراكز ولد الحنيش للسيد راشد بن سعيد الفيصل في ثاني المراكز، ولكن روح مع الكبيسي روح. وهذه النقطة الثانية والله الثالثة للكبيسي في صباح هذا اليوم. نقول تهانينا والناموس للسيد خليفة بن علي العيد الكبيسي، والتهاني موصولة للسيد عبد الله بن محمد بن حمد الكبيسي ولكل يحبي هذا الشعار. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد خليفة بن علي العيد الكبيسي. أما في ثاني المراكز ولد الحنيش للسيد راشد بن سعيد الفيصل، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12 و94 جزء من الثانية. قلت تهانينا والناموس.